اخدكم سريعا برضو الموضوع تاني على السوشيال ميديا اثار الكثير من الاهتمام، وهو جواز الفنان محمود عامر. مجرد ما نشر صورة له انه يعني بيتجوز وبيفرح الناس معاه وبيفرح اول ما نشر الصورة دي الدنيا قامت وما قعدتش. ناس كتير بقى بتنتقده، اللي بيقول لك انت النهاردة عندك كام سنة عشان تتجوز دلوقتي، ناس تانية تقول لك العروسة سنها قد ايه، ناس تالتة تقول لك يعني مش فات الأوان الكلام ده، تعليقات فيها انتهاك للخصوصية، تعليقات غريبة جدا. خليني أخد الفنان محمود عامر ونسأله رأيه في كل الزوبعة اللي حصلت دي. أهلا وسهلا بحضرتك، ببارك لك في البداية. أهلا بحضرتك وبكل متابعينك وبكل الناس المحترمة اللي بتحمل في قلبها حب. ألف مبروك، ببارك لك يعني، ومبروك للدكتورة رشا، وحاجة تفرح أي اتنين بيتجوزوا أو بيبدأوا يعني فصل جديد في حياتهم، دي حاجة تفرح ما تزعلش. لكن على ما يبدو سوشيال ميديا كان ليها رأي تاني، تابعت ده ازاي؟ والله يا حبيبتي أنا في الأول للأمانة ما تابعتش حاجة، لأن أنا أساسا الفرح خلصان على الساعة 1 بالليل في بيتي، وأنت عارفة طبعا بيبقى ليلة الفرح بتبقى شكلها إيه، وبقالك فترة كبيرة ما فيش لا نوم ولا في أكل وما فيش راحة، يعني زي ما بيحصل في أي اتنين وتوترات وحياة جديدة وكده، وما كانش عندي أدنى فكرة إن ممكن يكون رد الفعل بهذا الشكل. يعني زي ما حضرتك قلتي إن في أحداث كبيرة جدا توجع القلب وتدميها جنبنا على حدودنا المصرية، إخواتنا وحبايبنا وأهلنا وأبطالنا في غزة، ربنا ينصرهم وربنا ربي يقف معاهم يا رب. فيعني لازم يخلي عندهم، يعني مش عايز اقول دم، يخلي عندهم يعني نخوه. احنا ما عملناش حاجه غلط، احنا ما ارتكبناش جرم ولا عملنا شيء يسيء. والله حتى اللي بيعمل حاجه غلط فهو بيعملها لنفسه يا استاذ محمود، يعني ما اعرفش ليه الناس بتدخل نفسها في حياه بعض، ده يعني ما بالك بقى ان ده جواز على سنه الله ورسوله. يعني الحمد لله، وانا طول عمري الحمد لله بفضل الله يعني عمري لا أسأت لحد ولا عمري عملت شيء ممكن يسيء لأي حد. وأنا يعني في حالي، يعني أنا كل شغلتي في هذه الدنيا اللي ربنا أكرمني بيها من خلال موهبتي إن أنا أدي للناس طاقة إيجابية حتى في أحلك ظروف الوجع الخاصة بي. أنا لغاية دلوقتي أقسم بالله بنام على روحي، يعني أنا يعني بكلم حضرتك والمدام صحتني من النوم لأن مش عارفة. هي جنبك صحيح دكتورة رشا؟ موجود طبعا. لو نكلمها نبارك لها. اتفضلي حبيبتي اتفضلي. مبروك يا دكتوره رشا الاول. الله يبارك فيكي. شفتي الكلام اللي على السوشيال ميديا ده ازاي؟ ولا همني حاجه، اهم حاجه احنا الاثنين مقتنعين ببعض واخترنا بعض. ده شيء محترم. فمش مهم عندي اي حاجه غير ان الناس اللي بتحبنا تدعي لنا ونقول مبروك بس. ده شيء محترم ويقدر منك، وموقف الحياة قوي، يعني لأنه برضو الهجمات اللي على السوشيال ميديا دي بتنغص الحياة يعني، وبتعكر الدنيا كده وبتعكر كل حاجة. لا بس أهم حاجة إحنا الاتنين طول ما إحنا حابين بعض وعايزين بعض واخترنا بعض عن اقتناع، فمش مهم عندنا أي كلام سلبي. بحييكي وببارك لك مرة يعني تانية. يبص لنفسه وما يشغلش نفسه بالآخرين يعني. بحييكي وببارك لك، وبرضو سلامي وتحياتي للفنان محمود عامر، والف مبروك. يعني ما كانش له داعي ابدا كل الزوبعه اللي حصلت على السوشيال ميديا دي، الحقيقه ما كانش ليها داعي ابدا. كل واحد حر في حياته، ما فيش داعي ان احنا ننصب نفسنا جمهور السوشيال ميديا، يعني ما فيش داعي كل شخص ينصب نفسه وصي وولي على الاخرين، يقول يعمل وما يعملش وكلنا قاعدين ايه لبعض على السقطه واللقطه.